شكرا بنت حلال، صفقوا على بنت حلال. هي دارت الفيديو ديالها اللايف، غادي تبارطاجا وغادي يكونوا شافوا مجموعه ديال المتسبعين. هي بنت حلال، كاين شي واحد اخر؟ كاين شي واحد بغى يدير شي لايف ولا شي فيديو بارطاجيه في اليوتيوب؟ كاين شي واحد؟ انا نعم؟ انا انتي؟ مرحبا مرحبا. الاسم الكريم؟ انا اسمتي غلامورا. غلامورا، متشرفين غلامورا. كتعرف بهاد غلامورا هادو اللي كاينين في الفيس ودايرين ضجه؟ انت وحده منهم؟ يا حفيد يا ستار. اذا غادي نخليك دابا غادي ديري شي لايف. ضروري بغيت ندير واحد اللايف اليوم حيت واحد الموضوع مشوشني. تفضلي. شكرا. هاي لي فان ديالي، المعجبين ديالي، سكان العالم الاحمر اللي هو اليوتيوب. انا كنموت عليكم وما نساش بعدا صحاباتي الكلامورات اللبيبات، كنحمق عليكم وكنتسطى عليكم وعارفكم حتى نتوما كتسطاو عليا. لهذا اليوم انا خصصت اليوم بالضبط غندير واحد اللايف موضوع كيتكلم على الرجولة. الرجولة الي فان ديالي، ماشي هي التعنتيت، ماشي هي التخوبيشة، ماشي هي تخرج العينين وتكفى الكمام. الرجولة ماشي هي المستاش واللحية، حيت حبيبي الرجولة، حيت حتى البنت حتى هي إلا كرطات وجهها بزيزوار غادي تنوض ليها اللحية وغينوض ليها المستاش ويقدر ينوض ليها شي زغب حرش من المستاش. تافق. المهم الفان ديالي نقول لكم، الرجولة هي الكلمة، هي الفعل، ماشي الشفاوي الله يداوي. نجيكم من الاخر الفان ديالي، الرجولة من هادشي كامل وهي لابوش، الفلوس، واللي ما عنده فلوس كلامه مسوس وما يطلعش عندي في اللايف ديالي، بعدا ما يبانش عندي في اللايف. نعم، باغي تشرب قهوة؟ هاديك القهوة سنخلصها على اختك. انا ما كنشربش قهوة، كنشرب شي حاجة اخرى. شنو؟ باغي تزوج؟ وباغي تزوج اسيدي سير تزوج، سير قول لامك تخطب لك. حنا الكلامورات مقاطعون للزواج. يلا كنتمنى من صحاباتي الكلامورات يبارطاجيو يبارطاجيو يبارطاجيو. على بروشين، كنموت عليكم. اذا مع الفيديو ديال هاد الكلامورا، اذا مروا بسرعه الى كاين شي متطوع اخر ولا شي واحد اخر بغى يتكونيكت اللايف. اهلا مرحبا. الاسم الكريم؟ ولد الحلال. ولد الحلال. ولد الحلال، صفقوا له ولد الحلال. ولد الحلال، ما باينه فيك ولد الحلال. ولد الحلال، بغيتي تقول شي حاجه تبدا تبارطاجيها اللايف. كنت كنتفرج وطلع لي واحد اللايف ديال واحد ولد الحلال وبصراحة عجبتني وبغيت نخطب ديك بنت الحلال. هي راه ما ضربتش شي حاجة زعما، غيكون خدام غيكادر زعما، مش شي حاجة يكادر في الدولة، خدام بغات شي الفيلا والطوموبيل، داكشي موجود، خير موجود الحمد لله. شنو بغاتها؟ بغات هي غير تجلس وديرها الخدامة. أنا قابل عليك، صلوا على النبي. السلام على رسول الله، إلى جا إلى جا سيدنا محمد، اللهم عجا يعني. هذا ماشي مشكل، نجيو المشكل، شكون اللي غادي يعطي الصداق الآخر؟ هي باغا غير تجلس ودير الخدامة، أنا الراري بالدراري دير ليها هي الخدامة، أنا الولد الثاني ليا بالدراري أنا ندير الخدامة، تولد ليا أنا نولد ليها. انا رضعت الدراري، ما بدليكوش. ومن هذا المنبر تنقول بارطاجيو
بارطاجيو بارطاجيو. عندك ديك بلاصه فيها المسمار بوحدك. المهم بارطاجيو هذا الفيديو. تنشكركم بزاف والله يتعاود الحلال والله. شكرا شكرا ولد الحلال. تسقيزات تسقيقات 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 ولد الحلال. هذا نموذج من العالم الاحمر عالم اليوتيوب. شوفوا العالم الازرق كلكم كتعرفوا العالم الازرق ياك. الفيسبوك لا يخلقوك كلشي دابا عنده الفيسبوك. اللي ما عنده كونت عنده جوج بغى واحد بغى يهضر فيو فقط. اي 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 باقي باقي العطي عطي. مرحبا سي انت تبغى تدير شي حاجه بارطاجها في يوتيوب. اهلا وسهلا مرحبا. اسم كريم مصطفى 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 حاضر نادى ومعروف عند الجميع. مصطفى بحال مشترى بحال مول دلاحه بحال مول كاسكيطه بحال مول بحال مول مقراج. انت دابا مصطفى. انا هو مصطفى والحمد لله راه عندي متتبعين وعندي جمهور كبير تيعرفني في العالم الافتراضي وحتى العالم الواقعي تيعرفوا مصطفى. المهم بلا ما نزيد نهضر راك عارف. عارف اش عارف؟ الناس راه عارفين مصطفى. وزعما عندك متتبعين كثار. الله الحمد لله. المهم كاع الناس عارفين لي فان ديال طارق في لا توندونس. فاش طالع؟ في لا توندونس. تعرف لا توندونس؟ وي وي عندي لي زاموني بزاف. تعرف لا توندونس؟ وي وي. واخا خويا حنا غنخليوك غير ما تطلعش في الراس. تعرف لا توندونس ولكن ما تطلعش في الراس. نبداو؟ لا بغيتي. المهم انت لايف دابا؟ لايف لايف اخويا لايف. والله نوصلوا شي 300 400 مشاهد ونبداو. 400 عاد نبداو؟ اه. وين ما كانش 400 ما نبداوش؟ تضحك على الوقت نتاع ولا شنو؟ ما يمكنش انا المهم شنو نبداو شحال وصلتي؟ اكتب اليوم راه مصطفى راه معاكم لايف. المهم بلاتي بلاتي شوف بين 399 ونص خاص غير نص على 400 غادي نبدا. 400 واي 405 دابا بداو بداو يلا تفضل خوتي خواتاتي لي زامي لا فامي لي فوازين لي فوازان لي كوزين لي كوزان لي زابوني لي ماشي ابوني لي فان لي ماشي فان كاع الناس كيعرفوا مصطفى. الموضوع ديال اليوم ماشي بحال كاع المواضيع. هاد اللايف اللي غندير دابا ماشي بحال كاع اللايفات اللي درت. هاد اللايف هو جواب واحد بلا مورا ولا ما عرفتش واحد المخلوقة تهكمات وهضرات على الرجولة وشتا واحد ما جاوبها ولكن مصطفى غادي يجاوبها. مصطفى لكم بالمصاب. هاد بلا مورا هضرات على الرجولة هضرات على شي حاجة ما عندها حتى شي غرام منها. وأنا جيت هنا باش نقول لك الرجولة بزاف عليك. الرجولة هي اللي كبراتك. الرجولة هي اللي تصرف عليك. الرجولة هي اللي هزاها بالك. الرجولة هي اللي هزات قلبك. الرجولة هي اللي صابرة عليك وهزاها بالك. الرجوله واعر وباش تكون راجل خصك تكون راجل بحالي انا وبحال هاد الرجال اللي معانا كاين ولا ما كايناش. المهم نزيد نقيل نقول لك شي شويه واخا انا ما مولفش راه بهذا المستوى ولكن انت خليتي لهم هذا النيفو هذا لان انتوما كتزرعوا لنا الكلاخ والجهل بهاد المواضيع. ما عرفتش نقول لك ولكن غنضيع معاك وقتي شي شويه انا بغيت نفهمك. انا عارف انت عندك عقده وعندك بزاف ديال العقاد من الزواج ومن الرجال وماشي انت انتوما بزاف ديال دوك ما عرفتش ما صوق عليكم حتى شي واحد باغا تزوجي ما غاتزوجي شكون غيتزوج بك اصلا انت انت انا ما نرضاش انا تنهضر معاك غادي نتزوج بك بنادم. بغيت نقول لك انت ما بقيتش تهضر على الرجال. الرجال راه صعاب عليك وواعرين عليك واحترمي راسك راه الراجل راه شي حاجه. المهم قبل ما نمشي الاخوان ديالي والفان ديالي نخلي لكم اغنيه ديالي راكم عارفين ضروري اغنيه جينيري. وهي البنات وهي غير قولوا لي واخا بغيت انا نفهم واخا هاد الرجوله واخا بغيتو تفهموا فيها واخا اكثر من مواليها وجمعوا رجليكم واخا وغسلوا ودنيكم واخا ثم الله يهديكم واخا رجوله مسكينه قولوا يحسن العوان واخا قولوا يحسن العوان واخا قولوا يحسن العوان واخا وبالسلامه عليكم واخا وهي فيكم واخا. خوتي خواتاتي لي فان ديالي زابوني مشي ابوني الى اللقاء بارطاجي وما تنساش تجاهم وشارك معنا القناه. اذا كان هذا اخر نموذج من الفضاء الاحمر عالم اليوتيوب. وضروري كيف قلت لكم اننا ندوزو الفضاء الازرق او العالم الازرق اللي هو الفيسبوك وفيسبوك اللي يغلبوه.